السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم رح أتحدث عن اقتراح لمنح الجنسية الألمانية بعد 4 سنوات. مقاطعة شمال الراين النوردغاين فيستفالن ترغب بتسهيل التجنيس للأجانب واللاجئين المندمجين بشكل جيد وفعال، وهذا التسهيل رح يكون بشرط الزمن، بحيث ترغب المقاطعة بمنح الجنسية الألمانية بعد 4 سنوات للمهاجرين اللي حققوا نتائج اندماج جيدة. طبعا هذا المقترح هو من قبل وزير الاندماج بمقاطعة شمال الراين يواخيم شتامب، ورح يتم عرضه بمؤتمر وزراء الاندماج 14 ببرلين. نتمنى طبعا تطبيق هذا المقترح وتعميم هذا الشيء أيضا على بقية الولايات الألمانية، ليكون هذا الشيء خطوة إيجابية محفزة أكثر للاندماج. جدير بالذكر أن حاليا بألمانيا الزمن الطبيعي للحصول على الجنسية الألمانية هو 8 سنوات، وللمندمجين بشكل أفضل يتم التخفيض لهم لمدة 6 سنوات. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو قادم.